البحث ده الحقيقة احنا الهدف منه اساسا هو ان احنا كنا بندرس وضع التجارب السريرية اللي بتتم على المرضى المصريين بتمويل من الشركات الدولية للتجارب دي. بندرس الجوانب الأخلاقية الخاصة بهذا الكلام، هل بيتم الالتزام بالمعايير الدولية في التجارب دي ولا لأ، وإيه التوصيات اللي احنا ممكن نقدمها علشان نضمن الالتزام بالمعايير الأخلاقية دي في المستقبل. التوصيات اللي احنا مقدمينها الحقيقة في جزء منها متقدم للشركات الدولية، وعشان كده احنا من حوالي 3 أشهر أطلقنا التقرير باللغة الإنجليزية في سويسرا وفي هولندا بحضور ممثلين للشركات العالمية اللي بتقوم بالتجارب دي. في جزء من التوصيات مقدم إلى الحكومات الدولية برضو اللي هي بتحط المعايير والقوانين اللي تقدر تلزم بيها الشركات دي بالالتزام بالمعايير الدولية في التجارب، حتى لما تكون التجارب دي بتتم في دول تانية زي في مصر. وتوصيات مقدمة إلى الحكومة المصرية والمشرعين والجهاز التنفيذي لضمان إنه الأطر التشريعية والقانونية والرقابية اللي بتحكم التجارب السرية في مصر بتتم بشكل سليم.